الحمد لله كان انا فرحانه بزاف حيت اول حاجه بعدا توجنا بالعصبه الابطال، هذا كان اهم هدف بالنسبه ليا. الحمد لله التالي الفوز باحسن حارسه في هذه الدوره، حتى هو بفضل المجهودات ديالي داخل النادي ديالي مع المدربين ديالي. الحمد لله هذا كان واحد العمل كبير، واستطعنا اننا نبينوه في وسط رقعه الميدان. كنبغي نشكر الجماهير العسكريه خاصه وجماهير المغربيه عامه. اللي غنقدروا نقولوا حنا كما تنقولوا حنا درنا الخطوه الاولى، بينا الكره ديال المغربيه وبينا الكره ديال الفريق الجيش الملكي والقوه ديالو. ان شاء الله ما غاديش نوقفوا هنايا، ان شاء الله غيكون واحد استراتيجيه ديال باش ديما يبقى الجيش الملكي نفس على الالقاب. تشوفوا كما تنقولوا ضاعت منا كاس افريقيا اللي كانت نظمت في البلاد، كما تنقولوا تشمتنا المره الاولى ما بغيناش نتشمتوا المره الثانيه. كان واحد العمل خدمنا على نقاط الضعف ديالهم وعلى نقاط القوه ديالهم، حيت كما كتشوفوا خصم ديال سان داونز اللي من جنوب افريقيا يعني تقريبا هو اللي مستولي على الكره النسويه في القاره، والحمد لله واخا كان الخصم صعيب قدرنا اننا نتوجوا بهذا اللقاء. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناه لوماتان سبورتس، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.